والله فكرتوا تقضون رمضان عندنا في السعوديه، جون مكه المدينه، تلفون لفه على السعوديه. روح السعوديه ترى عظيمه في رمضان. والله بص هقول لك على حاجه خالد، انا قعدت عمري كله من اول ما اتولدت لحد ما اتجوزت، ابويا وامي ربنا يديهم الصحه والعمر، امين يا رب. كل سنه كنت اجي من 10 رمضان لحد بعد العيد الصغير ما شاء الله في العمر ما شاء الله، وبنيجي الحج. وهم لحد دلوقتي انكل وانتي يوم 15 رمضان بيسافروا العمره وبييجوا بعد العيد. ما شاء الله ما شاء الله. فقضيت تقريبا، يعني انا قضيت رمضان في السعوديه اكتر ما قضيته في مصر. يا سلام نورنا والله. انت عارف ان دي بلدك الثاني، يعني اكيد ربنا يخليكي نورنا في اي وقت. ربنا يخليكي منوره باهلها. طيب اذا انت كنت تجينا سابقا، اجل بسالك كيف شايف التغيرات اللي قاعده تصير عندنا هنا في الرياض، في السعوديه بشكل عام، كيف شايف الموضوع هذا؟ والله هو اكتر حاجه واضحه في السعوديه في حكم سمو الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، طبعا صاحب سمو الملكي محمد بن سلمان، الحداثة والتطور والفكر ومواجبة العالم بأفكاره. موسم الرياض يعني من أكتر الحاجات اللي عملها صاحب السمو محمد بن سلمان، الأمير محمد بن سلمان، إن هو اختياره للناس القائمة على الحاجات اللي ليها علاقة، بتكلم اللي ليها علاقة بشغلنا إحنا زي الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ طبعا. بشكره وبحترمه جدا. المجهود اللي مبذول، اما تبص اللي بيحصل النهارده في السعوديه تقول ده قاعد يتخطط في سنين، فما تعرف ان ده اتخطط في شهور، تكون عايز تحضر الورشه اللي حضرت ده تشوف بداوا منين. عملوا كده ازاي الناس دي؟ عملت كده ازاي؟ فما شاء الله، يعني الحمد لله، رب نحمد ربنا سبحانه وتعالى ان بلدكم المحترمه الجميله وبلدنا ليها قاده بيحبوها وليها ناس عايزه تحدثها، ويا رب كل البلاد اللي في مشاكل تبقى زينا وزيكم باذن الله. يا رب باذن الله. حاجه تشرف بصراحه، يعني الحمد لله. طيب انا سمعت في عصفوره قالت لنا حكايه بسيطه، يعني انه انتم تعرفتوا على بعض وتقابلتوا في الجامعه. شيء صحيح؟ ايوه. احنا نحب الاخبار دي على فكره. حكونا طيب كيف اللقاء كان، يعني في الجامعه، يعني هل كان في مشهد رومانسي لما التقيت فيها، في سلو موشن صار النظره الاولى، هل كان في حب من اول نظره ولا ايش؟ احنا كنا مع بعض يعني في اول سنه جامعه. انا لسه صغيره، انا دخلت جامعه 16 سنه ما شاء الله. أوكي. كنت صغيره قوي، وكنا مع بعض في نفس الكلاس، وكنا في الاول صحاب عادي، وكان محمد دايما بيجي مش عامل الاساينمنت بتاعته وكان بيخليني انا اعملها له، صح؟ تخيل اشتغل ده ليه؟ كنت بسليها والله، بحس ان هي عندها وقت فراغ فتفضي اقول اشغلها في اي حاجه، ما كانش وراها حاجه فكنت احاول اشغلها فتفضي. وانا بتقول لك كنا صحاب عادي، ده اللي انا كنت ببينه لها، هي دي الدخله. دخل انك تعمل صحاب عادي لحد ما تاخد الامان وتبدا بعد كده بقى ايه؟ احسنت. الذيب ما يهرول عبث عندنا مثلا، رجاله يخاف منكم. احنا قعدنا صحاب، يعني كنا صحاب قريبين قوي لفتره، وبعد كده بقى تطور الموضوع. اذا انتوا تؤمنون بالصداقه قبل الزواج، يعني انه يكون في هو الجواز من وجهه نظري طبعا، لان الناس مختلفين في افكارهم طبعا. هو الزواج الناجح بالنسبه لي، عناصره بالنسبه لي انا الاحترام، الصداقه، الرحمه. صح. يعني لو انت في حاجات كومن انتوا بتتكلموا فيها طول الوقت، وحاجات بتشاركوا بعض فيها طول الوقت، في فاكتور الاحترام بينكم، ان في احترام، في كل احترام، خصوصيه، احترام في الكلام، احترام في كل حاجه، وفي رحمه، ان انت ما تقدرش تنام وهي زعلانه، وهي ما تقدرش تنام وانت زعلان. هو ده الزواج الناجح. احسنت.